نقدم لكم ذيب الرشايدة صاحب الملحمة. في البداية عرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حياتك. أنا زلمة متقاعد من سلاح الجو، خدمت 16 سنة شهرين والحمد لله تقاعدت بصحتي الكاملة، وبشتغل باللحوم وعندي مزرعة الأبقار ومزرعة الأغنام والتجارة، جميع التجارة الحلال بتاجر فيها. فنظرت للشغل هذا لأجل المواطن، لأجل المواطن، بدل ما أذبح عجل وأربع روس من الغنم، لا بذبح 100 و200 راس وبنزل سعري. ابن الشهيد بيستفيد وابن الطفران بيستفيد وابن الغني بيستفيد. وبرضو كلام سيدنا بيقول، سيدنا المواطن أغلى ما نملك، المواطن أغلى ما نملك. وانت برضو يا مواطن التاجر راعي أخوك المواطن بوصات سيدنا أبو الحسين. وبطلب من جميع ملاحم الأردن، جزارين الأردن، إنهم ينظروا للمواطن زي ما بنظر له. أنا موجود عندي الذبايح كافة، اذبحها بيدك زي ما انكتبت الأسعار وانتشرت على الأردن كاملة. وبقول الأسعار هاي مش لكفرنجي خاصة، الأسعار للأردن عامة. ليش؟ لأنه سيدنا أبو الحسين بيوصي على الأردن واللي بيها، أردني باكستاني سوري عراقي، صار أردني لأجل دخل على الأردن. بصيت أبو الحسين بدك تحترمه كأنه أردني وزيادة. ويا ميت أهلا وسهلا تصويركم.